نسمع في رمضان. تفضل باقي شيء أحمد تفضل. سؤالي الآخر يا شيخ. نعم. سؤالي الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم حضر صلاة التراويح وتخلف عنها في بعض الأحيان حتى لا تفرض على الأمة كما ذكر في الحديث، فهل يجوز مثلا للإنسان أن يعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخلف في بعض الليالي أو يكون كذا مثلا بسبب ظرف أو شيء أو كذا؟ لا يا أخي، الرسول خاص لأنه مشرع، لأنه مشرع. أما المسلم ما يترك صلاة التراويح ويفرط فيها بعض الليالي، بل يقوم رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني رمضان كله، كل ليالي رمضان. نعم.